وللوقوف أكثر على تزايد ظاهرة تفشي فيروس كورونا في العراق مع هذه الإجراءات الحكومية الصحية، وهي كما هو معلوم لم تفي بالمأمول لدى العراقيين، معنا هاتفيا من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر نايل، حياكم الله. إذا نقابة الأطباء قالت أنه يعني على الجهات الحكومية والصحية أن تراجع إجراءاتها بشأن هذا الوباء، هل يعني ذلك أستاذ عبد القادر أن الحكومة قد أخفقت في إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. بات معلوما أن الحكومة أخفقت بنسبة كبيرة تماما، وحقيقة هناك اتهامات لها بالتواطؤ، لأنه من المعلوم أنه لكل جهة عندما تفشل عليها أن تراجع سياسات فشلها من أجل أن تضع الحلول، أو أنها أقل تقدير أن تنجح أو تتغلب على جزء من الفشل الذي واكب مسيرة مناهضة أو علاج أو مواجهة كورونا في العراق. الحكومة لم تتبنى هذه القضية لا في وزارة الصحة السابقة ولا الحالية، وبالتالي تركت الأمور منسابة تماما، والفشل يتزايد والنقص واضح تماما. وصلنا إلى مرحلة نقص مادة الأكسجين في المستشفيات، بالتالي يأتي بيان أو نداء نقابة الأطباء، لأن وصل الحال إلى أنه يوميا تسجل حالات إصابة للمهن الطبية والأطباء لفيروس كورونا، ولأن الناس باتت تخشى أن تذهب إلى المستشفيات وتبقى في منازلها، ولأن عملية تفشي كورونا أصبح عائليا، يعني عوائل بالعشرات إذا لم نقل بالمئات على مستوى العراق اليوم يصابون بالكامل في فيروس كورونا، ويتخذون من منازلهم إجراءات وقائية لهم، وهم من يعالج أنفسهم دون أن تكون هناك أي رعاية أو أي توجيه. طيب، يعني إذا كانت نقابة الأطباء لديها رؤية في مواجهة تفشي هذا الوباء، ما الموانع إذن التي تقف أمام الحكومة للاستماع لهذه الرؤية؟ الموانع أنها لا تريد أن يكون هناك عمل حقيقي جدي في مواجهة فيروس كورونا وإنقاذ الشعب العراقي من المأساة الحقيقية التي يتعرض إليها. هذا حقيقة يؤكد على أن الحكومة تتعمد إيذاء الشعب العراقي، وهي تتعاون في عملية نقل فيروس كورونا الذي هو إلى هذه اللحظة يعني ثبت علميا وبطريقة واضحة أنه من إيران، ولا زالت الإصابات تتكرر من إيران، ولذلك لم تتخذ حتى إجراءات وقائية. ونحن في مطلع زيارات كبيرة الآن تجري عملية تجمع الناس بطريقة كثيفة في شهر محرم، وهذه الزيارات المعروفة داخل العراق. كل هذا حقيقة ينبئ على أن الحكومة تتعمد، وإلا كانت ليس فقط لنقابة الأطباء، كانت هناك مقترحات طبية لأطباء حقيقة مشهود لهم بالفكر والعمل الممنهج في الوقاية من الأمراض الوقائية والفيروسية والمزمنة، لكن لم تستجب حتى إدارات المحافظات لهم أو تسمع لمقترحاتهم التي هي سريعة التنفيذ ولا تكلف مالا، وإنما تعمل على حقيقة إنقاذ الناس بطريقة واضحة. يعني أحد المقترحات قدم في الأنبار من أحد الأطباء أن يتم استخدام المدارس وصفوف المدارس لعملية عزل مرضى كورونا، وبالتالي ستوفر لنا حقيقة مكانات واسعة يمكن أن لا يخالطون هؤلاء لا عوائلهم ولا الناس، وممكن أن تكون هذه الفكرة تعمم في العراق، بالتالي تكون هناك عملية إنقاذ سريعة وأيضا حصر المرض الذي ينتشر بطريقة سريعة في العراق، لكن دون جدوى ودون أن تكون هناك رغبة حكومية. هذا يؤكد على أنهم متواطئون مع هذه الجريمة المنظمة التي تستهدف الشعب العراقي. أيضا في هذا الجانب هناك من يقول أن بعض الدوائر الحكومية تتربح من الوضع الحالي لهذا الوباء، يستدلون مثلا بأزمة اسطوانات الأكسجين. يعني هل يعقل أن تتربح بعض الدوائر الحكومية من معاناة العراقيين؟ عندما يتم، وضربت مثلا جنابكم الكريم على قضية الأكسجين، عندما يتم إقفال المصانع الحكومية التابعة لتزويد المستشفيات بالأكسجين وتفتح المصانع الأهلية، هذه المصانع هي ملك لشركات أو لأشخاص سياسيين وميليشيات وأحزاب، وبالتالي يتم بيعها
لذلك حقيقة يتربحون بطريقة واضحة تماما، حتى إدارات الصحة التي حولت لهم مبالغ مالية لم يذهبوا باتجاه تطوير المستشفيات أو استخدام المباني العامة، إنما ذهبوا لاستئجار بنايات وفنادق مملوكة من قبل أحزاب السلطة ومن قبل المحافظين وبعض المتنفذين داخل المحافظات، وهذا ينعكس على جميع المحافظات العراقية. لذلك اتخذوا عملية مواجهة كورونا وأزمتها اتخذوها تجارة واضحة على العراقيين، ولذلك حتى المساعدات التي وصلت من خارج العراق، يعني من تركيا، من دول عربية أخرى، وصلت من الأردن، وصلت مساعدات. يعني تكلم لي أحد أهم من يمتلك المذاخر وقد رفض شراؤها، قال جاءت إلينا بعض الميليشيات والأحزاب لبيعها وباعوها في الأسواق السوداء، لم تصل إلى المستشفيات ولم تصل إلى المرضى، وهي مساعدات من دول اقتطعتها من شعوبها لإيصالها إلى الشعب العراقي بغية مساعدة المرضى، لكنهم حقيقة لم يفلحوا بسبب فساد الحكومة وأحزابها وميليشياتها. أيضا أستاذ عبد القادر، في الجانب الاقتصادي، يعني البنك الدولي في تقرير له عن آثار تفشي فيروس كورونا الاقتصادية قال إن ما بين 70 إلى 100 مليون شخص، هذه تقديرات، يهددهم الفقر الشديد بسبب الوباء حول العالم. مع إذن مع هذه الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق، يعني ما تأثير ذلك وما توقعاتك ليكون نصيب المواطن العراقي من هذه الإحصائية في العالم؟ العراق متأثر قبل هذه الأزمة بنسبة فقر 50%، يعني نعم السلطات الحكومية تقول 40، لكن 50% وفق منظمات دقيقة. وبالتالي جاءت هذه الأزمة التي أوقفت كل شيء مع انهيار اقتصادي موجود في العراق، بالتالي ستؤثر على الواقع العراقي للا حلول اقتصادية للمواطن العراقي. لذلك المواطن العراقي بدأ الآن يدخل مرحلة فقد الأمن الغذائي الذي يهدد الأطفال، وقد رأينا كثير من الحوادث التي جرت هي بسبب العوز، هناك من حرق أطفاله، وهناك حقيقة من تركهم، وهناك من انتحر لأنه لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش لأولاده. هذه ستتزايد للأسف الشديد، والعراقيون مع قطع حقيقة نهر الزاب الأسفل من مياه نهر دجلة باتجاه كركوك من قبل إيران، كله حقيقة ستعزز إلى أن هناك جوع قادم على العراق، وأن هناك عطش أيضا قادم على العراق مع تفشي الأوبئة والأمراض، وهذا سينعكس على الحالة الاقتصادية التي جعلت هذه الأزمة عدم وجود الحقيقة العمالة اليومية. يعني هناك أغلب العراقيين بنسبة 70% هم يحتاجون على الأجر اليومي، العمل اليومي، وبالتالي هذه القضية انعكست سلبا ونفذ كل مخزونهم ومدخراتهم داخل منازلهم. يرافقها أن الحكومة فشلت في توفير مفردات البطاقة التموينية لأنها تسرقها من أحزاب وميليشيات تسيطر على وزارة التجارة، بالتالي العراق متجه إلى ضيق معيشي كبير سيصيب المواطن العراقي. من عمان الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد القادر نايل، شكرا جزيلا لك.